نكمل إن شاء الله البارت الثاني، الأصدقاء الرقم 5 اسمه الفريند في حالة الجمع. إحنا أخذنا المعادلات الخاصة في زائد 4، ومن هو أصدقاء الرقم 5 بالبداية؟ يعني إذا أخذناهم نذكرهم هذول أصدقاء الرقم 5، الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، هو هذا الرقم 5. فأي مشكلة تصير عندكم في حالة الجمع فإحنا نستعين الرقم 5 حتى يحل لهم المشكلة. أبدي أكتب كالعادة في كل محاضرة تاخذها، تكتب اللي أخذته. أول ما أخذنا إحنا زائد 4، وقلنا زائد 4 تساوي زائد 5 ناقص 1، وأخذنا زائد 3 تساوي أيضا زائد 5 ناقص 2. أخذنا الصديق الأول والصديق الثاني من أصدقاء رقم 5، بقى عندنا الاثنين و إذا عندي مشكلة بالاثنين، إذا هسه آخذ زائد 2، المعادلة الخاصة في زائد 2. من يكتب لي المعادلة الخاصة في زائد 2؟ شلون راح تكون معادلتها؟ يعني مثل ما قلنا، 2 عدو الثلاثة والثلاثة عدو الاثنين تكون، والأربعة عدو الواحد والواحد عدو الأربعة. يعني إذا صارت مشكلة بالواحد ينزل الخمسة، إيش قد يطرد؟ 4. إذا صارت مشكلة بالاثنين، إيش قد ينزل الخمسة؟ إيش قد يطرد؟ 3. وفق هذا الأساس، ممتاز، زائد 5 ناقص 3، إذن المعادلة الخاصة في زائد 2 تساوي زائد 5 ناقص 3. إذن هاي هي الأمور، يعني أنا بعد فقط برمجة دماغي وأقدر أحل أي معادلة هذا الخصوص. إذن زائد 2 تساوي زائد 5 ناقص 3، إذن العلاقة متبادلة بيناتهم. يعني إذا لقيت زائد 3 أنزل 5 وأطرد 2، وإذا لقيت زائد 2 أنزل 5 وأطرد 3، فالعلاقة بيناتهم بتكون عكسية. لاحظ هنا زائد 3 وزائد 2، هنا في هذه المعادلة انطردت الثلاث، وهنا أيضا انطردت الثنين، فالعلاقة عكسية فيما بيناتهم. وأيضا ما يطبق في الآحاد من قواعد يطبق على بقية الآحاد. ناخذ أمثلة، ثلاثة زائد اثنين نجي هنا، ثلاثة لها كان أو ما لها، لها أصعد ثلاثة زائد اثنين. هنا زائد اثنين ما عندي، إذا المشكلة الآن في زائد اثنين صارت، فاثنين وين يروح؟ يروح الصديقة الخمسة، قال يا أبا أنا الثلاثة أيضا أخذ مكاني، فأنت في معادلة زائد ثلاثة نزلت وطردتني، الآن يعني لازم تكون عادل، فينزل الخمسة ويطرد ثلاثة. مهما كان الرقم الموجود حتى عندنا مثل 4 زائد 2 نفس الحال، ينزل الخمسة ويطرد 3 فقط، يطرد 3 فقط. وأيضا ما يطبق في الآحاد من قواعد يطبق على بقية الأعمدة، لو كان عندي هنا 3 زائد 2 ينزل الخمسة ويطرد 3، مع الحفاظ على المرتبة الرياضية. ناخذ أمثلة، هاي بعد ما احتاج انا المعادلات اصلا احفظها، ما طول برمجة دماغي عليها فما احتاج احفظ. 300 بالعفو 14 زائد 22 زائد 31 ناقص 501 زائد 400، شو معناها 3
لاحظ عندي هذه المعادلة متكونة من كم طابق؟ 1 2 3 4 5. حلوة إني. لا 50 ناقص 51. على راحتك على راحتك، وانتبه من الإشارة. والله أنا الإجابة لحد الآن ما عندي الإجابة، يعني أنا قاعد أسوي معادلات من اليمين يعني. فنحتفظ بإجاباتكم ومن نحل يشوف كل واحد إجابته صحيحة أو لا، لكن ضروري الكل يشاركني. نحل هذه المعادلة. 14. الآن أنا عندي كأنما يعني أنا نازل من عمارة، إيش يعني هذا؟ كائن نازل من عمارة طابق طابق، هذا طابق هذا طابق هذا طابق هذا طابق هذا طابق، فأنزل 14 عندي أو ما عندي؟ عندي. زائد 22 مثل ما قلت لكم، تنتبه الإشارات، زائد 2 تقول يا عقلي زائد 2 عندي في عمود الآحاد أو ما عندي. لاحظ إحنا الآن في مرحلة برمجة، ما يمكن بالسرعة ماله، أنا أزعلها بسرعة أقدر أحلها، لكن بالنسبة إن يعني لكم حاليا هو مجرد إحنا برمجة. هنا عندي زائد 2، 2 ما عندي، برمج دماغك. 2 اذا ماكو 2 عدو 3، و3 عدو 2، اذا هنا منو صارت عنده مشكله؟ 2. فما طول صارت مشكله بال2، اذا ينزل الخمسه ويطرد 3. زين، نجي الى زائد 2 في عمود آحاد، عندي هنا زائد 2 أو ما عندي؟ عندي. وما طول عندي ما أحتاج أطبق أي معادلة، رأسا أرفعها تنتهي المشكلة عندي. نعم. زائد 31 اللي وراها، زائد 31، زائد 1 في عمود الآحاد عندي أو ما عندي؟ عندي. زائد 3 في عمود العشرة، لاحظ الآن زائد 3، طبعا مو 3، 30 هاي مع الحفاظ على المرتبة الرياضية للعمود. هاي زائد 3 هنا عندي أو ما عندي؟ قلنا إذا زائد 3 في أي عمود صارت عندها مشكلة، ينزل الخمسة في عمودها ويطرد 2 فقط، يعني علاقة الثلاثة والاثنين عكسية، إذا لقيت زائد 2 أنزل 3، إذا لقيت زائد 3 أنزل 2 وهكذا، إذا ينزل الخمسة ويطرد 2. ناقص 51. الآن تنتبه الإشارة هاي مرات تغلط، يعني حسبالك جمع صعد الواحد تنزل الخمسة مثل ما يسوون الأطفال، وكأنما تنزل قاعد تنزل بالعمارة. تنتبه، أنا يعني دائما أقول أمثلها حتى ما تطيح وتنكسر رجلك، لازم تنتبه. هاي الإشارة هنا طرح، هاي طرح، فناقص 5 ناقص 51، هاي ناقص 51. زائد 43. زائد 3 في عمود الآحاد عندي أو ما عندي؟ عندي. زائد 4 في عمود العشرات ما عندي، فينزل 5 ويطرد 1، إن علاقة الأربعة وهي الواحد، إذا الناتج هو 59. الناس تسأل أستاذ هذا المعداد ليش صغير؟ ماكو شيء أكثر احترافية؟ هذا المعداد هو خاص بالأطفال، يعني إحنا نعطيه لهم،
لكن المعداد أكو مقداد الأستاذ يصير يعني تقريبا طوله 70 سنتيم، هذا يتعلق على السبورة حتى نشرح به للأطفال. أنتم حاليا ما تحتاجونه يعني، حاليا فقط هو بالمدارس وزعناه إحنا متعاقين يعني. ودائما أنت هسه مثلا تشوف نفسك يعني شوية الأمور صعبة أو شيء، لا بالعكس يعني مجرد ما تدرس المستوى الأول تنفتح لك كل الآفاق مال السوبر يعني. فقط درس يعني، ابدي درس، من تدرس راح تصير عندك الأمور جدا بسيطة، وحتى يعني لو أخذ لك محاضرة ساعة واحدة على المستوى الثاني راح تقنع. لاحظ ساعة واحدة هسه ناخذ كت، صارنا هاي 5 محاضرة بالمستوى الأول يعني. لكن المستوى الثاني بما فيه يعني هو قواعد جدا كبيرة وجدا كثيرة، لكن من تدرس المستوى الأول والدرس للأطفال ويصير عندك خبرة بالموضوع، راح في خلال حتى نص ساعة راح تفهم الموضوع بشكل كامل. وأيضا إحنا عندنا تقنياتنا الخاصة في إيصال المعلومات بالنسبة لكم بشكل كامل إن شاء الله. ست بالنسبة يعني كمعدادات أو كتجهيز كحقائب تدريبية، هي كلها موجودة عندنا، فإحنا نعطيها فقط للمدارس أو المعاهد اللي تتعاقد ويانا يعني داخل المنظومة، ما بشكل فردي ما نقدر نعطيها، يعني إحنا نوفرها من خلال هذا الإطار، لأن ما بها جدوى اقتصادية يعني، يعني أي جدوى اقتصادية ما بها توزيعها مفردة، بس يعني حتى سعرها جدا غالي يعني، فإحنا نوزعها فقط المدارس، وأيضا نجيبها بجودة عالية. إذا انحلت هذه المعادلة ناتج هو 59، ناخذ معادلات أخرى. مية وثلاثة وعشرين زائد 123 زين، نحل هاي المعادلة 123. أنا ليش أخذتها حاليا طابقين؟ لأن راح نحل حسب طريقة النطق مالتنا، فالأطفال نفس الشيء يعني، أنت من توصل هكذا معادلة وتأخذ لهم 4 طوابق أو 5 طوابق، تبدأ بطابقين طابقين، سواء حتى عندك رقمين أو رقمين رقمين، وبعدين 3 أرقام 3 أرقام إلى آخره، فتبدأ باثنين. لاحظ شلون نحل، نحاول نحل على السريع حسب طريقة النطق. ما راح أعشر 123 زائد 432، 432 أيضا هنا عندي 5 ناقص 3، إذا الناتج 555. أعيد حلها، لاحظ 100 شنو طلع من الثانية صعدنا 23. أنا راح أتكلم وعقلي بشكل صامت يعني، بس يشوفوا هنا 4 400 يعني، وين يروح؟ لاحظ طريقة الحل شلون. هو قاعد يفكر بالموضوع، إذا الناتج 555، ناخذ سؤال آخر. لاحظ 24 زائد 43 67. لاحظ شلون رأسا ينطيك الناتج مالتها، نبا عقلك هنا 24 عيد 24 زائد 43، رأسا من شاف الثلاثة وما إلها مكان قال الثلاثة عدوها الثنين، أربعة ما إلها مكان قال الأربعة عدوها الواحد، دون حتى ما ينظر للمعادلة، الناتج هو 67، وهكذا. ناخذ معادلات أخرى، هاي مثل الفلاش باق يعني يسمونها رأسا.
حلو النهاية. نعم هنا عندي لاحظ. هذاك واحد كساعة يطلع ويدخل، النت عنده ضعيف ما أعرف، النصيحة اللي عنده نت ضعيف دائما. هسه حاليا شركة إيرثلينك النت مالها جدا ضعيف، فحاولوا تشتركون على الشريحة، شريحة جدا قوية على زيان كاش. جدا قوية الشريحة. لاحظنا 24 زائد 23 زائد 3 ما عندي، شو يساوي زائد 5 ناقص 2 زائد 2 ما عندي أو ما عندي عندي زائد 41 زائد 1 عندي أو ما عندي عندي زائد 40 عندي أو ما عندي ما عندي، انزل 5 ويطرد 1 ناتج 88. أعيد 24 زائد 23 زائد 3 ما عندي يساوي زائد 5 ناقص 2 وزائد 2 في عمود العشرات عندي زائد 41 زائد 1 عندي زائد 4 ما عندي زائد 4 يساوي زائد 5 ناقص 1 يكون الناتج 88. لاحظ أنا بالبداية كنت أتكلم بمصطلح يعني بسيط جدا للأطفال، رأسا ينزل الخمسة ويطرد واحد، ينزل الخمسة ويطرد اثنين، ينزل الخمسة ويطرد ثلاثة، تبقى العملية الحسابية لا. لكن الآن شنو هو؟ بديت أفهم المعادلة كصيغتها، زائد اثنين يساوي زائد خمسة ناقص ثلاثة، بعدين الأطفال بالتدريج هذا يعرفونه، حتى أنت كمدرب، زائد واحد يساوي زائد خمسة ناقص أربعة، زائد اثنين يساوي زائد خمسة ناقص ثلاثة، زائد ثلاثة يساوي زائد خمسة ناقص اثنين. شوية شوية تتقن المعادلات بشكل جيد. زين، نرجع على الكتاب على المستوى الأول. لاحظ هنا عندي أيضا زائد اثنين، أيضا زائد اثنين، ناخذ المعادلات اللي خاصة بها ونشرحها للأطفال، يقومون على السبورة يرتبون الخرزات بما مطلوب من عندهم ويسوونها أيضا على المعداد مالتهم، وأيضا نحل عشرات المعادلات على المعداد. لكن هنا شو نلاحظ؟ يعني نلاحظ المعادلات اللي أخذناها انوجدت، يعني هسه مثلا هنا عندي زائد 4 زائد 2 تمام، 3 زائد 2 1 زائد 4، فتراكبت اللي عند المعادلات، يعني المعادلات اللي أخذتها سابقا موجودة عندي حاليا. فمثل ما قلت احنا عندنا سيارة وقاعد نشيل بالقواعد لأن يعني بعدين نحتاجها، لذلك السوربان متسلسل بيسوى مستويات. حتى من ناخذ البيج فريند يعني اصدقاء الرقم 10، ايضا احتاج اصدقاء الرقم 5 حتى احلل، لذلك المتابعه جدا مهمه في هذا الموضوع. ايضا نلاحظ امتحانات ومسابقات وواجبات بيتيه، حتى الان وصل شوف للعشرات هنا. وآخر صديق من أصدقاء الرقم 5 الموجبة اللي هو عندي زائد واحد زائد واحد، يعني أموره صارت جدا مفهومة. اثنين عدو ثلاثة وثلاثة عدو اثنين والواحد عدو الأربعة والأربعة عدو واحد، فلا لقيت زائد واحد وما إلى مكان ينزل الخمسة ويطرد واحد. اشرحها بإسهاب أيضا. ونكتب لي معادلة زائد واحد زائد 5 ناقص 4، ممتاز، زائد 5 ناقص 4. إذا اكتملت كل المعادلات عندي الخاصة بأصدقاء الرقم 5
الموجبة اللي هي سعد زائد واحد وزائد اثنين يساوي زائد خمسة ناقص ثلاثة وزائد ثلاثة يساوي زائد خمسة ناقص اثنين وزائد واحد العفو زائد أربعة يساوي زائد خمسة ناقص. إذن كل أصدقاء الرقم خمسة في حالة الجمع وفرت عندي هاي معادلات مالتها اللي أنا أصلا برمجة الدماغ وما أحتاج أحفظها، وتكونت عندي جمع وطرح مركب بأصدقاء الرقم خمسة الموجبة. إذن أنا أقدر أحل الآن أي معادلة بهذا الخصوص. ودائما أنتم من تدرسون الأطفال بالجمع والطرح البسيط، إحنا دائما نمر بعقبة تدريس الأطفال بالمدارس أو حتى بالدورات الصيفية. يعني من ناخذ الجمع والطرح البسيط، شوف الفيديوهات، الأهل يشوف ابنه يحسب بصورة مو طبيعية، حتى بالعشرات حتى بالمئات بالجمع والطرح البسيط. يرجع الأبو يقول له أبو والله أنت على اختبرك، اثنين زائد ثلاثة، ظل الطفل دايخ مين يجيبه. فاحنا بعدنا نقول لهم ما ماخذين هذا الموضوع، لازم نفهمهم، نقول لهم ردوا لهم فقط اللي موجود بالكتاب اللي اخذناه حاليا، لا تطلعون عن الموضوع، لان السربان متسلسل له قواعد متسلسله حتى يفهمون هذا الشيء. اذا هي هاي المعادلات الخاصه باصدقاء الرقم خمسه في حاله الجمع. ناخذ عليها اسئله ايضا. خلونا هذا السؤال. على المعدات حلو، مثل ما قلت من الضروري جدا الآن نستخدم المعداد في الحل. ثلاثمية وأربعة وعشرين 324. لاحظ طريقة شلون أصحح سواء باللغة الإنجليزية أو بالعربية. أعيد، 300 شنو طلع من لسانك؟ 24. حتى الطفل بالتخيل 300، هسه من يوصل، شوف لاحظ الطفل من يوصل بالعشرات يستخدم ايديه اثنين وحتى بالمئات. 324 زائد 241 زائد 241 زائد 200 واحد 40 565. أعيد أحلنها. فأنتم بالبداية تعلمون الأطفال هكذا 324 حتى تقرونها بشكل جيد، يعني تكون مطابقين. حتى لو أنت تسوي المعادلات بيدك، أنا عندي واي معادلات أرسلها لكم كشيتات. 324 قلهم ايش قد عندي بالآحاد؟ أربعة صعد أربعة. ايش قد عندي بالعشرات؟ اثنين صعد اثنين. ايش قد عندي بالمئات؟ ثلاثة صعد ثلاثة. نجي وراها نحلها قبل طريقة النطق، نجي المعادلة اللي وراها. ايش قد عندي بالآحاد؟ هيك يسألونهم، واحد
عندي واحد ما عندي، واحد من عدوه، الأربعة من صديقه، خمسة. فتقولون ينزل الخمسة ويطرد أربعة. أربعة بالعشرات، عندي أو ما عندي؟ ما عندي. شو نسوي؟ ينزل الخمسة ويطرد واحد زائد 2%. عندي 2%، ما عندي. شو يسوي؟ ينزل الخمسة ويطرد ثلاثة، إلى أن يتبرمج دماغهم على هذا الشيء. وبعدين أي معادلة يحلون، المهم بالبداية هي برمجة الدماغ. ناخذ سؤال آخر. 3412 زائد 100 113 هننزل بيها هذا. ناقص خمسة. زائد 2300. واحد وأربعين. هاي المعادلة اللي تكون تحلونها على المعدات. الصورة موجودة. السر بإتقانك للسوربان هو كثرة الحلول اللي أنت تقيمها على السوربان، كثرة التدريب. حتى الأطفال، يعني أنت الطفل اللي يتقن السوربان يعني موجودة عدة خطوات راح أعطيكم إياها بعد هذا المثال. الحل، لاحظ طريقة الحل. حتى من تبدون بالسوربان، يعني من أول محاضرة ثاني محاضرة، علموا الأطفال شلون يكتبون الأرقام على المعداد. يعني هسه ما اريد جمع وطرح بالبداية، حتى يلفون المعداد، يعرفون موقع كل الخرزات. مهم جدا، ضروري. يعني هسه 3412 هيك يسوون الأطفال، يكتبون لهم رقم واحد ويمثلونه على المعداد. زائد 113، قد عندي بالآحاد؟ ثلاثة. عندي ثلاثة، قاعد تشوف برمج الدماغ مالتي. عندي ثلاثة، ما عندي ثلاثة. زين، إذا ما عندي ثلاثة، الخمسة ينزل، ايش قد يطرد؟ يطرد 2. زين، زائد 1 في العشرات، عندي أو ما عندي؟ عندي. زائد 1 في المئات، عندي أو ما عندي؟ ما عندي. واحد ما موجود، من واحد هو الأربعة، ينزل الخمسة ويطرد أربعة. ناقص خمسة، عندي أو ما عندي؟ عندي. زائد 200، 2341، زائد 1 بالآحاد، عندي أو ما عندي؟ عندي. زائد 4 بالعشرات، عندي أو ما عندي؟ ما عندي. ده ما عندي، شو يسوي؟ ينزل الخمسة ويطرد واحد. زين، زائد 3 في عمود المئات، عندي أو ما عندي؟ عندي. زائد 2 في عمود الآلاف، عندي أو ما عندي؟ ما عندي. ده ما عندي، زائد 2، شو يسوي الخمسة؟ يطرد 3. إذن الناتج 5861.
لاحظ نرجع نستعرض الكتاب هاي زائد واحد وأيضا عليه كثير من المعادلات الخاصة بي كتخيلي وكمسابقات وكواجبات بيتية. إذا نشوف شلون أيضا اتطورت عندي المعادلات زائد واحد اللي أتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو موضوع كيفية تدريس الأطفال بالمنزل، يعني اللي يتم أطفال بالمنزل شلون. أول شيء كسوربان، أنا أتكلم على السوربان، يجب اختيار الوقت المناسب للتدريس. يعني إحنا نحتاج بالسوربان الطفل يكون يعني مرتاح على الآخر، يعني مو تجي غصبا عليه وقت مو مناسب تقول له إلا تدرس مثلا. هذا الشيء. الأمر الآخر بأن يعني الطفل يكون مو جوعان، يعني يكون شبعان ومرتاح وهاي حتى يدرس، لأن الهدف من السوربان هو تطوير القدرات العقلية بدأ الطفل. الأمر الآخر يشرب كميات كبيرة من الماء أثناء التدريب. ليش؟ لأن الدماغ بحاجة للماء وتراحة الدربة. الأمر الآخر لا الدرس أمام أطفال، يعني هم يلعبون أو تلفزيون، فهذا راح ينشد يعني فكرة وياهم يعني ما يجي وياهم. فهذه الضوابط يعني يجب مراعاتها في تدريس الأطفال بالنسبة للسوربان. الأمر الآخر التنوع بالتدريبات، يعني أول مرة ناخذ على المعدات مثل ما قلنا بشكل يعني جرعات، وبعدين شوية شوية بالتخيلي بالآحاد، بعدين أطعملنا بالعشرات، بعدين طبعا أطعملنا بالمئات، أول مرة طابقين، بعدين يصير 3 طوابق، بعدين 4 طوابق إلى آخره. لكن أهم إجراء هو الصبر. أنت لا تظن بأن أنت راح تأخذ الطفل يعني ويدخل يعني خلال شهر أو شهرين أو 3 أشهر، لا، يحتاج وقت ومتابعة بالتدريب حتى يقدر يدخل مسابقات ويكون بطل بيها. إذا واحد عنده أي سؤال. أنا بالنسبة لنموذج المسابقات راح أنزلكم إياها، نموذج المسابقات في المستوى الأول وفي المستوى الثاني والمستوى التمهيدي. الوقت مالتها 10 دقائق، مطلوب حلهن في 10 دقائق، 200 سؤال مطلوب حل في 10 دقائق. طبعا في المستوى الأول أكثر من 60 طالب من أصل 225 طالب اشتركوا في المستوى الأول، هم جابوا فوق 185، حلوا معادلة في 10 دقائق. لا لا، الضرب هو في المستوى الثاني ناخذه، لأن احنا حاليا ما نقدر ناخذ الضرب واحنا ما مكملين أصدقاء الرقم 5 أو أصدقاء الرقم 5 في حالة جمع وفي حالة الطرح. يعني العمل على السوربان أيضا يدخل في عمليات الجمع والطرح. يعني أنت إذا طلعت الناتج شلون تمثله على السوربان، هم راح يدخل وياك عمليات الجمع والطرح، فتحتاج أول مرة تتقن عمليات الجمع والطرح وبعدين ناخذ